احنا جايين نحكي لكم حلاوه النبي وجمال النبي وكلام النبي وحب النبي حتى يتجدد معاني تتجدد معاني المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنشط مواطن الحب نحو النبي عليه الصلاه والسلام، حتى اذا نشط الحنين الى حضره النبي بلغ ذلك فاحبك. ابليس كانت عبادته من اجل نيل المكانه للسيادة مش للعبادة، ولذلك أنا عرفت الطريق كله في كلمتين، قلت الطريق إلى الله كلمتين يا أخواني: ود في عبادة وزهد في سيادة. احفظوهم كويس. ايه الطريق ده؟ اهدنا الصراط المستقيم، تبقى ايه؟ عبادة بحب وزهد في السيادة والمكانة. ود في عبادة وزهد في سيادة. الود ده اللي هو تبادل المحبة، الحب المتبادل بين رب، بينك وبين الله، بينك وبين النبي، بينك وبين المؤمنين، بينك وبين الصالحين. ود في عبادة يعني بعبد من أحب، بسمع حي على الصلاة، بعرف إن حبيبي عايزني، بلبس أجمل ما عندي وأروح له، وبقف بين إيديه وأنا بقول كلام حبيبي، وبناجي حبيبي، وبسبح حبيبي، وبركع لحبيبي، وبسجد لحبيبي، صلاة أرحنا بها يا بلال. والتاني لا، التاني جاي يصلي بس عشان يبقى إمام، عايز يبقى إمام، عايز يبقى زعيم، عايز يبقى طاووس، عايز يبقى مميز. هذه هي اللي طلعت إبليس من رحمة ربنا. إذا صدقت المحبة تحولت إلى مودة، لأن المودة مقام أرقى من مقام المحبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. الود ده بيتدرج عدة مراق وعدة مراتب. الأول يجعل الله عز وجل للعبد مودة لعباد الله الصالحين. أول ما تقبل أعمالك الصالحة، أول ما ربنا يفتح لك الباب، وعلامة من علامات القبول الله يدلك على رجل صالح، عالم كان أو عابد، ولو جمع الله فيه الاثنين يبقى خير وبركة. ازاي يعني؟ ما انت كل صلاة 17 مرة كل يوم في الفرض تقول ايه؟ اهدنا الصراط الايه؟ صراط مين؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم، صح ولا غلط؟ يعني انت ده طلبك الوحيد في كل صلاة، ان يا رب وديني عند الصالحين، اهديني طريق الصالحين. فإذا أحب الله عبادتك رقاك إلى مرقى أن تجد الصالح. فإذا قبل الله منك وجودك في مجمع الصالحين جعل لك في قلوبهم مودة، تحول حبك لهم إلى حبهم لك. إلى إيه؟ إلى حبهم لك. من طريق إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، هذه مودة ربنا اهو، ربنا حبك قبل طاعتك، فيعمل ايه؟ ينادي اهل محبته حبوه. ومين قطب هذه الدائرة؟ جبريل عليه السلام، يقول له الأول على سبيل الفردانية: يا جبريل أنا بحبه، حبه، فيحبه. وبعدين ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه إيه؟ شوف الود إزاي بيتحول. فيحبه أهل السماوات، يقول لك ثم يوضع له القبول فين؟ في الأرض. إيه القبول ده؟ كل الناس تحبه. الخواص قالوا كل الناس تحبه، واللي يحبه ربنا يحبه، يبقى يوضع له، يوضع من أجله القبول في الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى يجعلك منزل محبة
كل أهل محبته يحبوك، وكل اللي يحبوك يحبهم ربنا، فيصبح العبد معراج العباد إلى الله. طيب، وتبدأ الدائرة تشتغل من الأول تاني، تصلي فيهديك ربنا صراط الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والعباد الله المقربين فتحبهم، ودي تبقى العلامة الأولى للقبول. فلما تحبهم وتخدمهم وتقف على بابهم بأدب يحبوك، فلما يحبوك الله يحبك، الله يحبك. بعد ما يحبوك الصالحين سيدنا النبي ربنا يرفعك لدرجة إنه ما يعلموك حضرة النبي، هيعلموك السيرة ويعلموك السنة ويعلموك الهداية. فإذا تعلمت ذلك حصل إيه؟ أحببت النبي. هذه المجالس يا أخواننا ملاش وصف غير سيدنا النبي، إحنا جايين نحكي لكم حلاوة النبي وجمال النبي وكلام النبي وحب النبي، حتى يتجدد معاني، تتجدد معاني المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنشط مواطن الحب نحو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا نشط الحنين إلى حضرة النبي بلغ ذلك فأحبك، فيتحول الحب من النبي ليك. عند محبك بقى سيدنا النبي الملأ الأعلى كله يبقى معك. شوف يبقى الود عامل إزاي. طب وبعدين؟ قال يحبهم ويحبونه، دي المودة بقى، إنما يحبونه وهو ما بيحبهمش، بيقول له إني أحبك وإني أعوذ بوجهك أن أكون محبا غير محبوب. الفائدة، كل الفائدة من سيرنا في طريق القوم مش إني أحب، هو في محب ما يتحبش؟ اللي بيحب بهوى، اللي يحب على مزاجه، لكن أنت تحب اللي إحنا نحبه. ما هو إبليس ده حب ولا محبش؟ أطاع ولم يحب. إبليس إيه؟ عبد ولم يحب. وآدم عصى مع المحبة. واحد أطاع محبش، واحد عصى مع وجود المحبة. هذه الطاعة اللي أطاع إبليس سقط إلى الطرد من رحمة الله. ليه؟ لأنها عملت له غرور. لما نصحناه ما انزجرش، لما نديناه جانا بكبر، جاء إلى حضرتنا وهو يرى أنه هو، لم يرى الله، لم يرى جلال الله، لم يرى جمال الله، لم يرى عظمة الله، إنما سجد ليؤجر وعبد ليسود. سجد ليه؟ ليؤجر وعبد ليسود.